عدد من الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط والتي منها إسبانيا وإيطاليا أعلنت حالة التأهب واتخاذ إجراءات لاحتواء أسوأ موجة حر في صيف 2024. بحسب الأرصاد الجوية الإيطالية، فإن موجة الحر شارون ستجلب درجات حرارة قد تتجاوز 40 درجة مئوية في جنوب إيطاليا يومي السبت والأحد. ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن موجة الحر ستصاحبها أيضاً نسبة رطوبة عالية في العديد من المدن الإيطالية، وستسجل مدن مثل روما 38 درجة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنها قد تصل إلى 43 في بعض مناطق جنوب البلاد، وستستمر إلى غاية 15 غشت الجاري بحسب التوقعات. دول أخرى أوروبية اتخذت مجموعة من الإجراءات لاحتواء موجة الحر التي تسببت في ارتفاع موازين الحرارة إلى موجة خانقة من الطقس.